السوار بن حميدة على الحياة فم. مستمعي إذاعة الحياة فم، مرحبا بكم في نشرة الصحة. نبدأ بالعناوين. صاحب مكملات غذائية من سوق الأدوية لعدم مطابقتها للمواصفات. في العالم، الاتحاد العالمي للسمنة يحذر من زيادة المصابين بالمرض هذا. في تفاصيل أخبارنا نبدأ بشأن الوطني، وين أعلنت إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة التونسية بتاريخ غرة مارس الجاري عن صدور قرار بسحب 4 أنواع من المكملات الغذائية من سوق الأدوية لعدم تطابقها مع المواصفات، حسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيدلة بتونس علي بسيلا. كما بين المتحدث أن وقع التحليل الميكروبيولوجي لعينات من المكملات هذه تبين إثرها أنها لا تخضع للمواصفات، كما أكد التزام جميع الصيادلة بالامتناع عن بيعها وإرجاعها إلى الجهة المزودة، والفت إلى أن الإشكالية تبقى واردة في الصياغ الأخرى للبيع، خاصة البيع الإلكتروني، مضيف أن المكملات هذه تمثل خطر على صحة المواطنين ويجب الوعي بخطورة المسألة والحفاظ على أرواح الناس والامتثال للقرارات. في المقابل، حذر الاتحاد العالمي للسمنة من أنه أكثر من نصف سكان العالم مصنفين على أنهم مصابين بالسمنة أو زيادة الوزن بحلول عام 2035 إذا ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية. وحسب التقرير الصادر عن الاتحاد، فإنه أكثر من 4 مليارات شخص باش يتأثروا، ترتفع المعادلات بشكل أسرع بين الأطفال، ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا أكبر الارتفاعات في عدد لعانيهم السمنة أو زيادة الوزن، كما وصفت رئيسة الاتحاد نتائج التقرير بأنها تحذير واضح للدول للتحرك الآن أو الأمام المخاطر بتداعيات مرض السمنة في المستقبل. من جهة أخرى، قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر عبد الحق السيحي أن الوقاية في الجزائر أثمرت وأعطت نتائج إيجابية، كما وضح وزير الصحة خلال إشرافه على الأسبوع الوطني للوقاية أن الجزائر تم تصنيفها في الدول اللي كانت لها الريادة في النظام الصحي عندما كان القطاع الصحي، ونظرا للمجهودات المبذولة في إطار التكافل والمجموعة الواحدة. الوزير أكد أن الموارد البشرية والمادية هي اللي توجب رفعها وتثمينها واستخدامها لصالح المريض، مشير إلى أن إهدار المال العام يكون إذا لم تكن كل الميزة لتثمين الموارد المالية والبشرية في خدمة المريض، مضيف أن الأولوية في المجال هذا هي الوقاية دون الاستعانة بأشياء أخرى تدعم الوقاية. من جهة أخرى، قالت وزارة الزراعة البرازيلية أن حالة إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر اكتشفت مؤخرا في الشهر الماضي غير نمطية، مضيفة أنها ستعمل على رفع تعليق استيراد لحوم الأبقار اللي سارعت عدة دول في آسيا بفرضه. ويشكل تعليق الصادرات خطر كبير على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر القطاعات في العالم. من جهتها، أشارت وزارة الزراعة في بيان لها إلى أن التحليل أجرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان أكد الحالة غير العادية للإصابة، وأضافت الوزارة في نفس البيان أنها باش تقوم بتحديد موعد لعقد اجتماع عبر الإنترنت مع المسؤولين الصينيين لمناقشة استئناف صادرات لحم البقر لبلدهم. نختم بخبر عالمي في علاقة بفيروس كورونا. أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشأ فيروس كورونا. من جهته، قال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي، لم تتخلى منظمة الصحة العالمية عن خططها لمعرفة أصل جائحة كورونا، كما دعا كل البلدان اللي تتوفر عندهم أي معلومات حول أصل الوباء هذا لمشاركتها مع الآخرين. ويشار إلى أنه في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في تعليقها على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بشأن الأصل المختبر المزعوم لفيروس كورونا، ودعت لوضع حد للتلاعب السياسي بشكل أصل فيروس كورونا. ختام نشرة الصحة، نذكركم بأهم العناوين. سحب مكملات غذائية من سوق الأدوية لعدم مطابقتها للمواصفات. في العالم، الاتحاد العالمي للسمنة يحذر من زيادة المصابين بمرض السمنة. كنت معكم سوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية لحياة فام على الفيسبوك.